بطلب الرزق. قال الإمام الجواد عليه السلام: اللهم أرسل علي سجال رزقك مدرارا، وأمطر سحائب إفضالك علي غزارا، وارمي غيث نيلك إلي سجالا، وأسبل مزيد نعمك على خلتي إسبالا، وأفقرني بجودك إليك، وأغنني عمن يطلب ما لديك، وداوي داء فقري بدواء فضلك، وأنعش صرعة علتي بطولك، واجبر كسر خلتي بنولك، وتصدق على إقلالي بكثرة عطائك، وعلى اختلالي بكرم حيائك، وسهل رب سبيل الرزق إلي، وأثبت قواعده لدي، وبجس لي عيون سعة رحمتك، وفجر أنهار رغد العيش قبلي برأفتك ورحمتك، وأجدب أرض فقري، وأخصب جدب ضري، واصرف عني في الرزق العوائق، واقطع عني من الضيق العلائق، وارمني اللهم من سعة الرزق بأخصب سهامه، واحبني من رغد العيش بأكثر دوامه.